وتنضم إلينا من تورونتو الكندية الناقدة السينمائية مبروكة الغانمي. سيدة مبروكة، مرحبا بك معنا. ما دلالات اختيار فيلم عربي لافتتاح مهرجان تورونتو؟ اهلا وسهلا، ونحن نرحب بالمشاهدين في هذه الدوره الاستثنائيه مهرجان تورونتو السينمائي الذي يعود بعد سنتين من الاغلاق وازمه كورونا. طبعا لنقل فيلم السباحتان او The Swimmers، هل يمكن تصنيفه فيلم عربي او لا؟ لانه هو حسب التصنيف هو فيلم انجليزي بحكم ان الانتاج هو لمنصه نتفليكس وشركه انجليزيه، كذلك المخرجه هي مخرجه انجليزيه ومن أصل مصري. القصة طبعا مستوحاة من قصة حقيقية للسباحتين السوريتين يسرى ومرديني، السباحتين اللتين طبعا هربتا من الحرب في سوريا واستطاعت أن تكون في الأولمبياد. قصة حقيقية طبعا استطاعت المخرج أن تحولها إلى فيلم. هنا السؤال، هل هو فيلم عربي أم لا؟ وبالأخير هو طبعا إذا كانت القصة عربية وإذا كانت القصة حقيقية، نحن أكيد لنا نفتخر أنه كون فيلم يفتتح مهرجان تورونتو بحجم هذا المهرجان اختيار موفق، لأنه الفيلم أخذ صدى كبير هنا، والمدير التنفيذي للمهرجان عبر عن انبهاره بالفيلم وبالقصة وبالبروسيس طبعا الذي تبعته السباحتان، والقصة يعني ملهمة جدا لكل العالم وخاصة. ما المثير في هذه القصة مبروكة؟ يعني هل طريقة التصوير أم سيناريو هذا الفيلم دور هذين السباحتين؟ ما المثير؟ كيف علقت الصحافة الكندية والعالمية والنقاد حول هذا الفيلم؟ طبعا هو القصة في حد ذاتها تطرح موضوع اللاجئين والذي ما زال يأخذ صدى كبير في العالم، خاصة أنه طبعا أوكرانيا، حرب أوكرانيا طرحت من جديد موضوع اللاجئين بعد أن تم أن موضوع اللاجئين السوريين في حد ذاته تم تناوله بصفة متكررة جدا، ولكن طبعا من زوايا مختلفة. السباحتين أو الممثلتين اللبنانيتين اللتين لعبتا دور السباحتين عبرتا للصحافة عن أهمية تغيير النظرة بالنسبة للاجئين، خاصة بعد أنه اللاجئين الأوكرانيين وطريقة تناول موضوع اللجوء من زوايا مختلفة وبوجهين مختلفتين. هذا الفيلم يعطي رسالة للعالم بأنه موضوع اللاجئين يعني موضوع مختلف إنساني. ولازم الصحافة والرأي العام يغير نظرته لموضوع اللاجئين حسب ما أفادت به الممثلتان على الريد كاربت يوم افتتاح مهرجان تورونتو السينمائي. هل يمكن أن يحقق أي مفاجأة على مستوى الجوائز هذا الفيلم مبروكة بالنظر للأفلام المشاركة؟ يمكن طبعا الفيلم مهم جدا وملهم مثل ما قلت، خاصة أنا مهرجان تورونتو السينمائي يركز على القصص الملهمة خاصة في موضوع الجنس وموضوع النساء، يعني موضوع التمييز العنصري التمييز الجنسي يركز كثيرا على هذه المواضيع ويعطي رسالة أنه القدرة يعني تعزيز تمكين المرأة من أن تكون يعني موجودة بقوة في مجال السينما، وهذا الفيلم يعطي رسالة كبيرة يعني من خلال المخرجة ومن خلال القصة الحقيقية نفسها، باعتبار أن السباحتين يعني قصة ممتازة، قصة حقيقية وفيها كثير من التشويق. على العموم، كيف كانت المشاركة العربية في مهرجان تورونتو مبروكة هذا العام في الدورة 47؟ كيف بدت؟ الدورة 47 طبعا مثل ما قلت تورونتو السينمائي يعود بعد كورونا، هناك لا نقول أنه يعني ليس هناك إقبال كبير بحكم أنه أزمة كورونا، ولكن أيضا المشاركات العربية يمكن أقل بما كان عليه في السابق، لأنه ممكن مهرجان نيسيا السينمائي شهد مشاركة كبيرة للعرب وما زال انطلق مهرجان تورونتو وما زال مهرجان فينيسيا لم يكتمل، وهناك الكثير من صناع الأفلام العرب والأفلام المشاركة في فينيسيا مما حال دون أن يشارك هنا، لكن لنقل أن هناك أكثر من 6 أفلام عربية مشاركة في مهرجان تورونتو. هناك فيلم تونسي لأريج السحيري وهو فيلم اجتماعي قصة يعني
تعبر عن حالة اجتماعية معينة تدور بين الحب والتشويق، وقصة بسيطة جدا وفيلم رومانسي درامي تحت الشجرة. وأريج سحيري هي مخرج تونسية، طبعا كانت لها بعض الأعمال في السابق وهي الآن موجودة في تورونتو بهذا الفيلم الطويل. كذلك هناك أفلام أخرى، طبعا هناك أفلام يمكن 11 فيلم تم دعمهم من خلال صندوق قطر للدعم السينمائي، وهو يعني خطوة ممتازة بين أفلام عالمية وأفلام عربية. لكن الأفلام العربية مثل ما قلت يمكن هناك أفلام موجودة. شكرا جزيلا لك مبروك الغانم النقدة السينمائية، كنت معنا من تورونتو الكندية. شكرا جزيلا لك.